بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا سعيد جدا 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 بوجودي معاكم النهارده، والحقيقه انا يعني بصحبه زملائي الوزراء، السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحه والسيد وزير الثقافه وكل قيادات الشركه المتحده النهارده في مناسبه جميله جدا، وهي اطلاق النسخه الثانيه من مبادره 100 يوم صحه، وايضا النهارده ان انا اكون في المسرح الروماني في المدينه التراثيه بمدينه العالمين. وانا سعيد جدا ان انا اكون موجود وسط شباب الجامعات، وانا اسمع وعرفت انكم من محافظات الوجه القبلي، والحقيقه دي حاجه جميله جدا انكم تبقوا موجودين معانا النهارده في مدينه العالمين، اللي هي واحده من المدن الجديده اللي الدوله المصريه بتبنيها، وهي في الاساس لشباب مصر. كل المدن اللي احنا بنبنيها الجديده اللي بتتبني دايما دلوقتي، ويعني بحكم بقى يعني التخصص، دايما اي دوله النهارده بتبني مدن هي بتبنيها لشبابها واولادها. فالنهارده ان شاء الله انتوا اللي هتبقوا مستفيدين من هذه المدن وتنميتها واعمارها باذن الله، وهيبقى عليكم هذه المسؤوليه. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن سعيد جدا بوجودي وسطكم النهارده، وباذن الله كلنا نسعد بالعرض اللي هيقدمه أطفالنا وأولادنا وشبابنا من الأوبرا المصرية. وشكرا لحضراتكم جميعا. طب لو تسمح لنا يا فندم، تسمحوا لنا جميعا نبدأ العرض مع الشباب من دار الأوبرا المصرية، تفضلوا حضراتكم.